النهارده بستخدم امر ويلد. امر ويلد عشان استخدمه بيكون لازم عندي نقطتين، هو يقوم يوصل بين النقطتين دول بخط زي ما نشوف مع بعض. انا دلوقتي مثلا عندي امر لينير، ده خط، هدوس سكيب عشان ابدا ارسم الخط التاني. انا عندي النقطتين دول عايز اوصل بينهم، فاعلم على الاتنين اس بي لاين واتاكد ان انا هنا بختار البوينت، وبدات سيلكت ريكتانجل اروح مختار النقطتين دول. تمام كده انا عملت سيلكت نقطتين عايز اوصل بينهم بخط. تمام هاجي هنا من مش كرييت تول ويلد، وصل كده بينهم بخط، فكده اصبح في خط يوصل بين الاثنين دول. لو انا عايز الغي النقطه دي والغي النقطه دي واخلي اللي في النص هو اللي موجود، هدوس على النقطه اللي في النص. تمام ده امر ويلد. طيب فرض بقى ان انا ما عنديش كده، ان انا عندي مثلا وليكن مثلا مكعب وهكرره، ادوس كنترول واسحب وهقول له بامر موف اتحرك كده ماشي، واعلم على المكعبين واقول له ميك اديتابل واختار ده واختار دوت، او بالامر هنا ريكتانجل اختار مثلا النقطة دي والنقطة دي، وهاجي هنا من مش اقول له كريت تول ويلد، كده وصل بين الاثنين. تمام ونفس الفكرة لو دوست هنا برضو هيبدأ يوصل بينهم.